ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى
الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله صغار فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.